في هذا اليوم تمت قطع الطريق وتحويل حركة المرور بعد الانتهاء من الأشغال صباحة اليوم من 10 ليلا حتى 6 صباحا. تم وضع الرافدتين على طول الجسر الرابط ما بين المنطقة الصناعية الرغاية نحو حدود ولاية بومرداس على الطريق الجنوبي الثاني، طريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي 122، حيث مؤسسة الشركة الوطنية سابطة كانت حركت كامل العتاد وضعته في الخدمة بحضور السلطات الولائية على رأسها السيد ولي الولاية. 6 صباحا تم الانتهاء من وضع كامل الرافدتين وفتحت حركة المرور إلى السير العادي. الآن الحمد لله الأشغال انتهت ويعني وضعت في مكانهما.